في أنحاء العالم. إذا مشاهدينا الأعزاء هكذا نقترب من أيضا من نهاية هذا المهرجان يوما فيوما ليسدل الستار بإذن الله في تاريخ 16 من هذا الشهر الجاري. إذا هجن الشحانية تميزت في الأيام الماضية، هجن الرئاسة أيضا أبدعت، وهجن العاصفة كذلك أبدعت. الليلة الليلة غير، الليلة ذهبية غير، الليلة لمن؟ الشوط المفتوح، الجماهير تراقب، المؤسسات تراقب، المضمرين يواجهون ضغوط في هذا الشوط، الشوط الصعب للغاية. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، الرئاسة تتسلم المقدمة وتهيمن من خلال هذين المركزين. المقدمة مع الوارية لهجن الرئاسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من أيضا يزج بأوراقه الرابحة في شوط الثنايا المفتوح، بينما العاصية تصل على المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة المضمر علي بن جميل الوهيبي. هجن الشحانية تصل على المركزين الثالث والرابع، أول الواصلات وأول المنطلقات. وصلت هوا، تقدمت هوا لهجن الشحانية، تنطلق هوا على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر، باحثة عن الشلفة الذهبية، عن الشوط المفتوح. يضمر هوا ويتابعها في هذا الشوط الذهبي أو الشبل جابر بن سالم بن فاران. ننتقل للمركز الرابع، وصلت منوة من هجن الشحانية المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع، بينما المركز الخامس تقدمت وتصل براقة لهجن الرئاسة يضمرها علي بن جميل الوهيبي. هذا هو ندائنا الأول مشاهدينا الأعزاء. أيها الحفل الكريم، أين تتجه الشلفة الذهبية في الشوط المفتوح؟ هل تمسي كما أمست أشواق اللقاية المفتوح والجداع المفتوح في ميدان الشحانية، أم تغادر إلى الأشقاء هناك في ميدان الوثبة عاصمة الميادين، أو إلى ميدان المرموم مع هجن العاصفة، أم تمسي في ميدان الشحانية؟ سبحانك يا علام الغيوب. إذن عودتنا إلى مقدمة الشوط، هجن الرئاسة وهجن الشحانية في معركة مسائية على المراكز الأولى. ما زالت المقدمة رئاسية بامتياز مع المركزين الأول والثاني، علي بن جميل ومحمد بن زيتون يقفون خلف تضمير هجن الرئاسة، يسيطرون على المركزين الأول والثاني رئاسي بامتياز، بينما الشحانية تصل في هذه اللحظات. يا سلام، بدأ الضغط والتكتيك. وصلت هوا لهجن الشحانية لتواصل الضغوط على مقدمة الشوط، على الهجن اللي في المقدمة مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. ناخذ المركز الرابع ومن القادمة. إذن ثلاثية ما بين الرئاسة ما بين الشحانية، المركز الرابع ومن تصل في هذه اللحظات وتتسلل. وصلت براقة لهجن الرئاسة، علي بن جميل الوهيبي مقدما براقة على المركز الرابع والمركز الخامس. وصلت في منوة لهجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع صامل المضمرين. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. هناك خلف دائرة النداء شعارات غفيرة وكثيرة لهجن الرئاسة وهجن العاصفة وهجن الشحانية. الشوط المفتوح. وين بيروح الليلة يا فاران، يا مضمرين الأعزاء، يا بن زيتون، يا بن جميل، يا غياث الهلالي. شوط جماهيري، شوط تاريخي. ما زالت المقدمة مع هجن الرئاسة. العاصية تستعصي في هذه اللحظات من خلال سيطرتها على المركز الأول، على الشلفة الذهبية، على الشوط المفتوح، على الشوط الجماهيري. العاصية لهجن الرئاسة يتابعها المضمر علي بن جميل الوهيبي، أحد أشرس المضمرين، أحد خبراء التضمير، بينما المركز الثاني الوارية أيضا لهجن
يجني الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصلت فيه هوا لهجن الشحانية، يتابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران. وعلى المركز الرابع تقدمت منوة، يا منوة، منوة لهجن الشحانية، منوة منيتها الفوز واختطاف الشلفة، يتابعها فاران بن محمد بن قريع. والمركز الخامس رئاسي اللون أحمر اللون مع هجن الرياسة، براقة قادمة على المركز الخامس لهجن الرياسة، تبحث عن الشلفة، تريد اختطاف الشلفة. مضمر علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، العاصفة والرئاسة أراها خلف دائرة النداء، وكذلك شعارات لهجن الشحانية تقترب مع منتصف المسافة. شوط تخطيط، شوط تكتيك، شوط ضغط، شوط حرق أوراق. وكما نشاهد مع منتصف المسافة هناك أوراق حرقت وهناك أوراق ذخرت، فلمن الشلفة يا ترى في هذا المساء؟ هل تمسي أم تغادر؟ حتى هذه اللحظات هجن الرئاسة تختطف الشلفة مبكرا مع لوحة الثلاثة كيلومترات من خلال سيطرتها على المركزين الأول والثاني. الرئاسة 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 مع المركزين الأول والثاني يتراقصا هذه الذلل الثنايا بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار الجماهيري، هجن الرئاسة الحاضرة في هذا المساء لاختطاف الشلفة. الشحانية تصل أيضا بأحد أوراقها، بأحد أسمائها، تصل في هذه اللحظات منوة، 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 منوة لهجن الشحانية، منوة لهجن الشحانية. الصامل فاران بن محمد بن قريع يتابع منوة في هذا الانطلاق، يسايرها في هذا الشوط، في هذه الرحلة الشاقة، في هذه الرحلة الصعبة. منوة من هجن الشحانية على المركز الثالث، وتصل براقة على المركز الرابع أيضا لهجن الرئاسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. شوط كتم أنفاس للمضمرين، للمسايرين، للمتابعين. ياهو شوط، شوط ثقيل للغاية. أشواط الرموز تختلف إخواني المتابعين، تختلف اختلاف كلي لقوتها، للتخطيط الذي يدار فيها. بينما المركز الخامس، ومن تصل على المركز الخامس روعة في أول نداء لهجن الرئاسة، مضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ويشاء ما يريد. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، الأمور والمؤشر مع هجن الرئاسة مع المركزين الأول والثاني. الشحانية بدأت تقترب، أول الواصلات، أول المنطلقات، أول المهاجمات، بدأ الانطلاق مع منوة لهجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يتابع منوة. وعلى المركز الرابع براقة لهجن الرئاسة علي بن جميل في التضمير. المركز الخامس وصلت روعة لهجن الرئاسة أيضا محمد بن عتيق بن زيتون في عملية التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، الرئاسة أيها الأعزاء من خلال المركزين الأول والثاني تواصل الهجوم نحو الشلفة الذهبية في هذا الشوط المفتوح، في هذا الشوط الاستثنائي، في هذا الشوط الجماهيري. ما زالت المقدمة مع عاصية الرئاسة، مع العاصية على مقدمة الشوط من هجن الرئاسة على الصدارة. حتى هذه اللحظات يرافقها في هذه الرحلة علي بن جميل الوهيبي. بينما المركز الثاني الوارية، الوارية كيلوين عن الشلفة، كيلوين عن الشلفة، هجن الرئاسة تهاجم بكل شراسة في هذا الشوط. الشلفة الذهبية، الشحانية تصل مع المركز الثالث مع منوة. فاران بن محمد بن قريع صامل المضمرين يقدم براقة أو يقدم منوة على المركز الثالث. المركز الرابع براقة لهجن الرئاسة علي بن جميل أيضا أحد أوراقه الرابحة. وعلى المركز الخامس ما زالت المقدمة مع روعة تصل لهجن الرئاسة بن زيتون وبن جميل، كل واحد مقدم ثنتين. فاران بن محمد من هجن الشحانية مقدم اسما قويا. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، كيلو ونصف الكيلو عن الشلفة. وحتى هذه اللحظات الرئاسة هي الأقرب للفوز بالشلفة في الشوط المفتوح، في الشوط المفتوح. معركة الثنايا يا هي معركة، معركة الشلفة الذهبية. أين تتجه؟ هل تذهب إلى ميدان الوثبة عاصمة الميادين، أم تمسي في ميدان الشحانية؟ هذا ما أراه. اسم واحد في هذه اللحظات في دائرة المنافسة للشحانية، وأربعة أسماء مع مختلف المضمرين لهجن الرئاسة، الرئاسة والشحانية، الرئاسة والشحانية.
الثانية. يا سلام الواريه 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 وروعه الواريه وروعه، هجن الرياسه والشحانيه تصل. الصامل 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 يقدم منوه على المركز الثالث من هجن الشحانيه العملاقه مع الادعم على المركز الثالث، وتصل براقه على المركز الرابع في هذه اللحظات. معركه المضمرين معركه المضمرين. شوف المركز الخامس، شوف هذه القادمه، وصلت الفايضه وصلت الفايضه لهجن الرياسه. محمد معتيق بن زيتون المهيري احد الاسماء المرشحه تصل في هذه اللحظات، ولكن العوده الى مقدمه الشوط. روعه 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 روعه. الفايضه قادمه الفايضه قادمه. هجن الرياسه برا من وتحاول هجن الشحانيه مع المركز الثالث، ولكن الرئاسه 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 تختطف الشلفه الذهبيه في ميدان الشحانيه في هذا المساء من خلال المركزين الاول والثاني. بن زيتون بن زيتون يقدم اروع الفنون في ميدان الشحانيه. يا سلام روعه يا لروعه روعه روعه تختطف الشلفه الذهبيه في ميدان الشحانيه. سلام لهجن الرياسه، سلام سلام بن زيتون، سلام. تهانينا لجماهير الرياسه لعشاق الرياسه على هذا الفوز المستحق، على هذا الابداع، على هذا الامتاع. روعه ابدعت وامتعت وبالتالي تختطف الشلفه الذهبيه. سلام للرياسه، سلام سلام بن زيتون، سلام. الشلفه 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 لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة لعشاقها لجماهيرها للمضمر محمد بن عتيق بن زيتون الميري. المركز الثاني المركز الثاني علاج لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث المركز الثالث الفايضة لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون الميري. المركز الرابع المركز الرابع الواريه لهجن الرياسه مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الخامس المركز الخامس براقه لهجن الرئاسه مع علي بن جميل الوهيبي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. هجن الرئاسه ايضا تختطف الشلفه وتنتزع الشلفه بجداره واستحقاق. تهانينا القلبيه نزفها على الهواء مباشره لعاصمه الميادين ولجماهير هجن الرئاسه من ابدعت وامتعت في الشوط المفتوح وكان لها ما ارادت في هذا الشوط المفتوح. اذا هذا هو ملخص هذا الشوط القوي، هذا الشوط التاريخي، هذا الشوط الاستثنائي. الرئاسه 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 تنتزع وتختطف هذا الشوط مع روعة. تهانينا لهجن الرئاسة للمضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 11 دقيقة 56 ثانية هو التوقيت، 86 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الرئاسة على فوز روعة بالشوط الرئيسي وبالشلفة الذهبية وبالرمز الغالي. تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني علاج أيضا لهجن الرئاسة. 11 دقيقة 59 ثانية 52 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الرئاسة وللمضمر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث الفائضة وقطعت المسافة في 11 دقيقة 59 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا أيضا للرئاسة وهجنها على الفوز بالثلاثة المراكز الأولى، والتهاني لمحمد بن زيتون من قدم أيضا الفائضة على المركز الثالث.